الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الوالي العادل، قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضيلة العادلين المقسطين الذين يحكمون بالعدل، إن الله سبحانه وتعالى يظهر فضلهم يوم القيامة على رؤوس الأجهاد، فيجعلهم على منابر من نور حتى يتضح فضلهم ويعرف الناس قدرهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، يعني يوم القيامة. من هم هؤلاء؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي أنهم يعدلون في كل شؤونهم وفي كل أحوالهم، حتى وإن كان الأمر على أهليهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان ذا قربى. يعني إنسان يقول كلمة الحق ويقضي بالحق ولو كان على أقرب قريب، فالذي يحكم بالعدل يكون هذا فضله عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، مع بقية الفضائل التي جاءت في الأحاديث. وكما ذكرنا أن العدل لا يكون عدلا ولا يسمى عدلا إلا إذا وافق الشرع، أما من حاد عن الشرع وحكم غير الشريعة فإنه لا يسمى حكمه عدلا، بل حكمه ظلم وجور وفسق وكفر، كما قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. فالذي يصدق عليه مثل هذا الحديث هو من يطبق شرع الله ويحكم بشرع الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله تصلون عليهم أي تدعون لهم. وهذا الحديث فيه أن الأئمة منهم الإمام الخير ومنهم الإمام الشرير، فلذلك ينبغي أن يفرق، فليس كل الأئمة سواء، وليست مرتبة الإمامة مرتبة عصمة، ولكن على المسلم أن يتعامل مع الأئمة وفق الشريعة، إن كانوا عادلين وإن كانوا ظالمين. فإن كانوا عادلين فلهم حق التوقير والثناء والدعاء وبيان الفضل، وإن كانوا ظالمين جائرين فإنه يصبر عليهم ما أقاموا فينا الصلاة. فهنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تحبونهم لما عندهم من الخير، ويحبونكم لما عندكم من الخير، وامتثال طاعة الله عز وجل، فيكون توافق بين الراعي والرعية. وهذا أعظم مقصود، لأن بهذا الأمر يحصل الاطمئنان ويحصل الأمن والأمان في البلدان. تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تثنون عليهم ويثنون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، ويلعنونكم وتلعنونهم، تبغضونهم بسبب أعمالهم ويبغضونكم بسبب أعمالكم. فقد يبغضونكم بسبب أعمالكم الصالحة لأنهم غير صالحين، وقد يبغضونكم لسوء أعمالكم. فالمهم أن شرار الأئمة المراد في هذا الحديث أنهم يلعنونكم وتلعنونهم، أي بمعنى أنهم يذمونكم وتذمونهم،
والأصل أنهم يعملون السوء فنذمهم على ما عندهم من السوء، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شراراً، قال شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، لأن اللعن يأتي بمعنى الذم ويأتي بمعنى الطرد عن رحمة الله، كما جاء في الحديث الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، ملعونة بمعنى مذمومة، ملعونة بمعنى مذمومة، فاللعن يأتي بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله ويأتي بمعنى الذم. فهنا المراد تلعنونهم ويلعنونكم، أي تذمونهم ويذمونكم. ثم قال، يعني قال الصحابي قلنا يا رسول الله فلا ننبذهم، يعني هؤلاء الشرار الذين نبغضهم ويبغضوننا ويلعنونا ونلعنهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا أقاموا فينا الصلاة يحرم الخروج عليهم، وذلك لأن الخروج عليهم مفسدته أعظم، حتى وإن كانوا شرارا، حتى وإن كانوا فجارا، لأن مصلحة حفظ الدماء وحفظ الأعراض وحفظ الدين أهم وأعظم. ولذلك من رأى أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأحوال التابعين وأئمة المهديين مع الحكام الذين كانوا عليهم وقد كانوا فجارا وظلمة، كان حالهم الصبر. وكلنا يعلم ما حصل من الحجاج وما فعله، فجاء الناس إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قد كان من كبار الصحابة الذين بقوا إلى ذلك العهد، فشكوا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال لهم رحمه الله ورضي عنه، قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم. فأمرهم بالصبر مع ما عند الحجاج من الظلم والجور والتحريف والتبديل والتغيير وقتل أولياء الله، فقال اصبروا، قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان الذي بعده شر منه. وبالعكس ما فعله ابن الأشعث ومن معه عندما خرجوا على الحجاج، وقد نهاهم جمع من الأئمة والتابعين عن الخروج على الحجاج فخرجوا عليه، وحصلت الفتنة العظيمة التي قتل فيها الأولياء والصالحين وانتهكت فيها الأعراض، وحصل ما حصل فيها من الفتن العظيمة. ولو أنهم اتبعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أوصاهم به الصحابة والتابعون ما حصل الذي حصل في وقت الحجاج عندما خرج عليه ابن الأشعث. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بيّن المنهج الشرعي مع هؤلاء الأشرار، قال ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا تخرجوا عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة، فإن لم يقيموا فينا الصلاة كفروا. وهذا هو مقتضى هذا الحديث، أنهم إذا منعوا الصلاة كفروا بالله، فوجب الخروج عليهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهنا قال ما قاموا فيكم الصلاة، فالجمع بين الحديثين أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح، أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح، فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. وهذه من الأدلة التي استدل بها العلم على كفر تارك الصلاة وعلى كفر من منع الصلاة، أنه إذا كان إماما ومنع الصلاة فإنه يكفر بذلك ويخرج عليه عند القدرة والاستطاعة. وسيأتي الكلام بإذن الله عن هذه المسألة في الباب القادم بإذن الله عز وجل. قال وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة الذي ينبغي على كل مسلم أن يتصف بهذه الصفات، قال ذو سلطان مقسط موفق، ذو سلطان يعني حاكم، ذو سلطان مقسط يعني عادل في حكمه، موفق، موفق التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا على المسلم أن يطلب التوفيق والتسديد والهداية والرشاد من الله، لأنها بيده سبحانه وتعالى. فنقال موفق أي جاءه التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
ولذلك ينبغي علينا أن ندعو للأئمة بالتوفيق والسداد، لأن توفيقهم وسدادهم وصلاحهم صلاح لنا، وصلاح الأئمة خير للأمة. فهنا من صفات أهل الجنة ذو سلطان مقسط موفق، الثاني رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وهذا الذي ينبغي على المسلم، أن يكون رقيق القلب تجاه أقاربه أولا وتجاه المسلمين بالعموم، كما قال سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هذه صفات المؤمنين الموحدين، أن يكون ذليلا عند إخوانه، والذلة كما ذكرنا معناها التواد والتعاطف والتلاطف إلى غير ذلك من معاني المودة والمحبة. هذا معنى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهنا المسلم لا بد أن يكون رقيق القلب ولا يكون قاسي القلب مع أقاربه مع إخوانه المسلمين. قال وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف فقير وعنده عيال يحتاج إلى المال ومع ذلك لا يسأل، فكان من أهل الجنة. لماذا؟ لكمال توكله على الله وعدم طلبه من الناس. وهذا أكمل أحوال أهل الفقر، أنه يكون متعففا ومعه عيال محتاج إلى المال، فهو من أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم وعفيف متعفف ذو عيال. فهذا آخر ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.